الاقتصاد بيتكلم فيه كل الناس، بيتكلم فيه الحكومة، بيتكلم فيه رئيس الجمهورية، بيتكلم فيه كل الناس على مدى الفترة اللي فاتت كلها. الناس بتتابع طول عمر فكرة متابعة أسعار الذهب دي هي اللي موجودة، يعني الناس تهتم بالاقتصاد ولا ما تهتمش دي حاجة تتغير، لكن متابعة أسعار الذهب تقليد في مصر، في زيادة 7 جنيه تقريبا في أسعار الذهب. هل ده مؤشر اقتصادي ولا ده شيء معتاد؟ موسم أفراح، موسم أعياد، دايما بيتقال إنه ده بيبقى موسم أعياد وده بيبقى متوقع، هل ده متوقع إنه يستمر كمان أكتر من كده؟ إحنا معانا الأستاذ أمير رزق، برحب بحضرتك معانا، عضو شعبة تجار الذهب. برحب معاك، بحضرتك معانا يا أستاذ أمير. مساء الخير يا فندم. تنور، أهلا بيك. مساء الخير ليك ولمشاهدينك الغاليين علينا. ربنا يخليك. إيه بقى الزيادة دي، اقتصاد مصري ودولي ولا موسم؟ لا حضرتك، دي الزيادة دي نتيجة الإجراءات القانونية اللي عملها رئيس أمريكا. حضرتك هو زود 10% على جميع الصادرات الصين. يعني القرارات اللي بياخدها دونالد ترامب اللي هي خاصة بالتعريفات الجمركية عندهم والضرائب الإضافية بتسمع عندنا هنا. لا مش بتسمع عندنا هنا، بتسمع في العالم. في العالم. في الأسعار العالمية للذهب. يعني الأونصة كانت ب 1430 40 في الحدود دي بتتراوح كده. النهارده نطت $1500 للأونصة، اللي هي 24 وزنها 31 جرام و100. شوف الزيادة قد إيه؟ يعني زيادة رهيبة. كان الذهب 640 630 بيتراوح من كده في غضون الأسبوعين اللي فاتوا. أيوة. دلوقتي 685 688. بس دي زيادة، يعني دي زيادة معناها كمان إنها مستمرة، لأن القرارات دي مش هتتلغي، يعني القرارات دي مستمرة شوية. حضرتك احنا متوقعين الزيادة دي، كأنا وأنا يعني شرحتها في كذا حتة، على غضون 3 شهور من أول شهر 7 الذهب هيزيد، هيبقى الجرام ب 1000 جنيه. ده أثره إيه بقى على سوق الذهب في مصر؟ هو في حالة ركود كبيرة، لأنه ده رقم كبير جدا يا فندم. رقم كبير جدا، ودي كمان هتخلي ناس يسيبوا المهنة كتير، لأن 1000 جنيه في الجرام العيار 21 حبة كتير جدا، لأن الأونصة هتبقى ب 1700. الأونصة هتبقى ب $1700 اللي هي العيار 24. ليه هو القرارات اللي اتعملت دي حصل، يعني إيه الأثر الكبير ده؟ لا هو حضرتك الذهب كان زمان، يعني من مدة 4 5 6 سنين، كان ب $1700 للأونصة ونزل كويس، هيرجع تاني، لأن الصين لازم ترد على القرار بتاع ترامب. فالرد إيه؟ هي عندها حوالي $12 تريليون اللي هو المخزون بتاعها أو اللي هي محوشاه، فهي هتحول من المخزون الدولار إلى ذهب، فدي هتخلي الذهب ينط جامد قوي قوي، ده المتوقع ليه. لا احنا محتاجين بقى حضرتك، يعني ايه ممكن الحكايه دي محتاجين نشرحها اكتر، وحضرتك تنورنا في الاستوديو نتكلم فيها، لانه دي على مستوى المصريين دايما كانوا جزء اساسي من مدخراتهم من ادخار الذهب بالذهب لغايه دلوقتي، واحنا طول الوقت عايشين صحيح عايشين في ادخارات. كل الناس بتحاول تقول لك الذهب ده للعمر. حضرتك من ايام ما كان ب 2 جنيه جرام، ايوه، وناس عندها برضه مدخرات شايلها مبلغ، يعني الفرق كبير جدا في السعر، كبير قوي. احنا لازم نحدد ميعاد مع حضرتك ان شاء الله، تشرفنا زي ما بقول، بشكرك شكرا جزيلا طبعا، ونتكلم في الحكايه بشكل موسع اكتر، نعرف اهو ده بقى اللي احنا بنقعد نتكلم فيه طول النهار، لما بنقول ان الدنيا كلها بقت مربطه ببعض، والاثر اللي ممكن يحصل في الصين، او قرار يتاخد في الصين او قرار يتاخد في الولايات المتحده ياثر على المهر والشبكه في مصر، ياثر على العريس اللي هيتجوز كمان كام يوم، اللي كمان كام يوم ده لحق اشترى بتالي خلاص او دبر اموره. يعني بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ امير. طيب